هتحترف في أوزبكستان، ليه الموضوع وقف؟ مفيش، أنا رحت أوزبكستان، كانت الفرقة بعتالي اللي أنا أروح أعمل فترة معايشة، وعملت فترة معايشة وخلصنا كل التفاصيل وكل حاجة. بس جيت لما جيت أنزل عشان بظبط أموري هنا في مصر بحيث إن أنا أرجع تاني، ساعتها جه الموضوع بتاع كان كورونا، بس ما كانش لسه منتشر قوي كده، فكان ساعتها النادي رفض اللي هو يبقى متواجد لعيبه محترفه، مش عارف بقى كان ازمه ماليه بس انا عرفت بعدها اللي كانت الازمه في الفلوس، يعني مش في الفلوس. طب كابتن، هو في معلومه عايزه اتاكد منها، انت بعد الرحيل من الاهلي هل جالك عرض من الزمالك؟ كان في كلام في نادي الزمالك وفعلا اللي انا اروح، رفضت اللعب بس للزمالك؟ كان صعب ان انت تبقي خارجه من النادي الاهلي وتروحي نادي منافس اللي هو الزمالك، كان هيبقى صعب عليا، وكان ده كانت رغبه ابويا، يعني ما كان صعب ان انا اروح، يعني رغبه ابويا، احنا عيله اهلاويه كنت اصلا. خايف من ايه؟ يعني كنت خايف الجماهير تزعل منك؟ ساعتها ما كانش، كان صعب قوي يا ساره، يعني صعب انت تبقي ماشيه من النادي الاهلي ومحققه 2 دوري وواحد سوبر وانا ابني من ابناء النادي الاهلي، فكان الموضوع كان صعب قوي عليا، صعب، وكان ابويا رافض تماما، يعني ما كان الموضوع صعب مني ومن ابويا، يعني كان الموضوع طب صعب. يعني فكرت كده في اترددت لا ولا؟ ما ترددتش، لا ده احنا خدنا على القرار طول. على طول. طبعا. طب ولما بتشوف دلوقتي انه حد ممكن يسيب النادي الاهلي علشان نادي منافس تاني؟